السلام عليكم طلاب صف الثالث المتوسط. الدرس الثالث من موضوع المتابعة، وثالث لكم قسم للتمارين اللي هي نشوفها مختلفة. مثلا اكتب لحد الثالث والعشرين من المتابعة الحسابية ومعطيني المتابعة الحسابية. هنا مثلا ايش اسوي؟ انا محتاج لحد الثالث والعشرين، اذا احدد المعطيات واحدد المطلوب مالتي اللي بالسؤال شنو المعطيات، معطيني المتابعة، معطيني حد اول، ويريد مني الحد الثالث والعشرين. إذا المطلوب الحد يوم 23 هو هذا المطلوب. شنو ممكن يعني؟ ممكن المتتابعة. الحد الأول موجود؟ نعم موجود الحد الأول، اللي هو زد يساوي 3. إذا إيش أحتاج؟ إحنا قلنا المتتابعة الحسابية بالدرجة الأولى عنصرين مهمين هما الحد الأول والأساس. الحد الأول موجود، إذا أحتاج الأساس. الأساس شلون أطلع هنا؟ إذا عندي متتابعة حسابية جاهزة، إحنا قلنا المتابعة الحسابية تكون الحدود مالها الفرق بينهم الأساس الحد اللاحق ناقص الحد السابق، يعني الدي راح يصير عندي، نقدر نقول الحد اللاحق ناقص الحد السابق، يعني الثاني ناقص الأول، الثالث ناقص الثاني، الرابع ناقص الثالث، المئة ناقص 99، هاي تطلع لنا الأساس بصورة مباشرة. وهنا نقدر نكتبها كقانون، يعني نقول الـ دي يساوي يو ان زائد واحد ناقص يو ان، إذا الحد اللي يزود عنه بواحد ناقص الحد اللي قبله. وهنا أقدر أقول الأساس راح يساوي سالب واحد سالب ثلاثة، ويصير عندي سالب أربعة، ونتوفر عندي الأساس. باقي سهل، أكتب الحد الثالث والعشرين حسب قانون المتتابعة الحسابية. أكتب القانون بصورة عامة، يو ان حد العام يساوي الـ A زائد الـ N ناقص واحد في D. وهنا عندي الحد الثالث والعشرين يساوي الـ A اللي هي 3 زائد الـ N 23 ناقص واحد في D، ودي اللي هي طلعناها سالب 4، وقلنا هاي السالب 4 تكون بين أقواس حتى لا تصير عملية جمع، المفروض لازم أقواس حتى تصير ضرب. هنا راح يصير عندي شو؟ الثلاثة تنزل زائد 23 ناقص 1 اللي هو 22 مضروبة في سالب 4. خطأ وارد عند هواي طلاب أشوفه، أنه يستعمل يجمع 3 وهي 22، وهذا خطأ. احنا تعلمنا بالأول المتوسط أن عملية الضرب قبل الجمع والطرح، عملية الضرب قبل الجمع والطرح. فمو تجي تقول أنا جمعت 3 وهي 22 طلع لي 25، هذا خطأ فظيع. لازم تضرب أول مرة قبل لا تستعمل الجمع والطرح. إذا هاي الثلاثة تنزل هنا منجر في سالب سالب، 22 في 4 88، هنا تنزل إشارة الحد الأكبر اللي هو سالب 88 ناقص 3 وهو 85، هو الحد الثالث والعشرين. وهنا عندنا سؤال آخر اللي هو تدرب واحد تمرينات صفحة 16 سؤال 22، شفته يختلف عن بقية الأسئلة. يقول اكتب الأزواج المرتبة الأربعة الأولى المتتابعة التي حدها العام يو أن يساوي سالب واحد اسأل. وهنا بالنسبة لهذا السؤال لو فرض أن منطين يو مثلا يو أن منطين إياها السالب واحد، هنا بالنسبة لهذا السؤال شوف هذا بي 2 هذا ما بي، هذا زوجي دائما، أما هذا ممكن يكون زوجي ممكن يكون فردي. وإذا كان زوجي تروح الإشارة السالب للقواعد، يعني راح تصير عندي حالتين، زوجي واحد فردي سالب واحد بالنسبة لهذا. يعني هذا السؤال هذا مو نفس هذا، لكن عندنا اختلاف فقط. هنا عندي اثنين راح يكون عندي، إذا زوجي راح يعطيني موجب واحد، وإذا فردي راح يعطيني سالب واحد، يعني راح أصير الحدود بهالشكل، للواحد سالب واحد، للاثنين واحد، للثلاثة سالب واحد، للأربعة واحد، وهكذا تستمر، سالب واحد واحد سالب واحد واحد وهكذا بالنسبة لهذا السؤال. لكن هنا شنو اختلاف هذا السؤال عندنا؟ هذا السؤال يقول اثنين، وهاي كل الأحوال راح يكون زوجي، حتى لو كان الفردي راح ينضرب باثنين راح يكون زوجي، راح عندي الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث والحد الرابع. والحد الأول راح يصير سالب واحد أس 2 في واحد، راح يصير هنا سالب واحد تربيع وهو واحد، سالب واحد
بس 2 في 2 راح يصير عندي سالب 1 بس 4 وهنا راح يصير 1 سالب 1 2 في 3 وراح يصير عندي سالب 1 بس 6 وهنا راح يطلع عندي 1 وهنا سالب 1 بس 2 في 4 وهنا سالب 1 بس 8 وراح يطلع 1 فالأزواج المرتبة التي تمثل هذه المتتابعة راح نقول الحد الأول اللي هو 1 وهي 1 الحد الثاني اللي هو 2 وهي 1 الحد الثالث اللي هو 3 و 1 كل الأحوال 1 هاي متتابعة ثابتة والحد الثالث أو الحد الرابع اللي هو 4 وقيمته 1 وهذه هي الأربع حد الأربع أزواج مرتبة. وعندنا سؤال آخر هنا عندي تحدي أكو سؤال صفحة 17 تحدي نأخذ صفحة 17 اللي هو سؤال 39 يقول جد قيمة اكس لتجعل حدود الثلاثة الأولى للمتتابعة الحسابية كما يلي جد قيمة اكس التي تجعل الحدود الثلاثة الأولى بالمتتابعة الحسابية كما يأتي ممكن المتتابعة هنا نأخذ بها يعني تمرين 39 ونأخذ بعد المتن كان نفس الشيء هو أسهل شوية 3x ناقص 2 هذا الحد الأول والحد الثاني 5x ناقص 4 والحد الثالث 4x زائد 3 وإلى آخره. بالنسبة لهذا السؤال شلون راح أحله؟ يريد مني قيمة x اللي تجعل هذه متتابعة حسابية. إحنا قبل شوية قلنا الأساس هو الحد اللاحق ناقص الحد السابق ويكون الأساس متساوي بالمتتابعة الحسابية. يعني أقدر أقول الحد الثاني ناقص الحد الأول يساوي الحد الثالث ناقص الحد الثاني أو أي حد يعني. الحد الثاني ناقص الحد الأول يساوي الحد العاشر ناقص الحد التاسع هاي شغلة طبيعية ما دام الأساس متساوي فهنا أقدر أستعمل هاي الخاصية أقول الحد الثاني يو 2 ناقص يو 1 يساوي يو 3 ناقص يو 2 الحد الثاني ناقص الحد الأول يساوي الحد الثالث ناقص الحد الثاني هنا بالنسبة للحد الثاني هو 5 x ناقص 4 يساوي 3x ناقص 3x ناقص 2 يساوي الحد الثالث اللي هو 4x زائد 3 ناقص وأخلي هنا 5x ناقص 4 هذا الحد الأول ناقص الحد الثاني يساوي الحد الثاني الثالث ناقص الحد الثاني ناقص الحد الأول يساوي الحد الثالث ناقص الحد الثاني وهنا نجي نكمل هذا الحل التبسيط عندنا يعني 5x تنزل ناقص 4 هذا السالب 3 يصير السالب 3 منجم 2 يساوي 4x تنزل زائد 3 وأيضا السالب 3 يغير إشارة السالب 5x موجب 4 هنا السالب راح يصير موجب وراح يصير عندي هنا الخمسة اكس ناقص ثلاثة اكس اثنين اكس سالب اربعة موجب اثنين هي سالب اثنين يساوي هنا اصفي ذني اربعة اكس ناقص خمسة اكس وبسالب اكس وثلاثة والاربعة راح يصير عندي مجموعة سبعة اشارات متشابهة واجيب مرة ثانية راح اجيب متغيرات في جهة والثوابت في جهة اثنين اكس تنزل تجي منها اكس اللي هي سالب راح يصير موجب اكس يساوي سبعة بمكانها
والثنين تتحول للجهة الثانية تصير موجب 2، وهذا صار عندي 3 اكس يساوي 9 وبالقسمة على 3، اذا اكس يساوي 9 على 3 فيها 3، وهذه قيمة اكس المطلوبة وهذه المتتابعة. واحنا عندنا هم سؤال اخر، يعني سؤال اكتب صفحة 17. اكتب الحد الترتيب هو 101 في متتابعة حسابية. اكتب الحد الذي ترتيبه 101 في متتابعة حسابية. نقيم بها حدها الخامس سالب 4، حدها الخامس سالب 4 والأساس 2 وأساسها 2 وأساسها 2. إذا نفس الطريقة السؤال اللي قبل هذا، أنا أحدد المعطيات والمطلوب، أقول المعطيات اللي عندي هو الحد الخامس والأساس. إذا عندي الحد الخامس هو يساوي سالب 4، الأساس اللي هو 2، مطلوب مني الحد 101، هذا هو المطلوب. فحتى أطبق قانون 101 أحتاج الحد الأول والأساس، لكن أنا الحد الأول ما عندي، أركز على الحد الخامس أطلع منه الحد الأول. إذن أروح الحد الخامس أكتب قانون المتتابعة الحسابية. المتتابعة الحسابية قانون A و N يساوي A زائد N ناقص 1 في D، هذا هو قانون المتتابعة الحسابية. وأكتب الحد الخامس هنا اللي قيمته سالب 4، مو أكتب 5، قيمة الحد اللي هي يعني قسم الطلاب يكتب رتبة الحد، هنا قيمة الحد هي سالب 4 يساوي ال اللي هو الحد الأول هو مجهول زائد ال n ناقص 1، يا حد هو الحد الخامس، إذا نقول هنا 5 ناقص 1 في الدي، الدي هي اللي هي 2. هنا تقدر تخلي أقواس أو ما تخلي أقواس لأنه مو سالبة، لكنها سالبة ضروري تكون هنا أقواس. هنا راح أكتب السالب 4 تنزل والأي تنزل زائد 5 ناقص 1 هي 4 مضروبة في جهة في 2، سالب 4 يساوي الأي موجب في موجب هنا عندي موجب و 2 في 4 اللي هي 8. الأي مكانها والثمانية تتحول للجهة الثانية تصير سالبة، يعني سالب 4 سالب 8، إذا الـ A حيساوي سالب 12 اللي هو الحد الأول. إذا من طلعت الحد الأول بقى أطبق القانون مرة ثانية على الحد 101، ونقول إن الحد 101 يساوي حسب هذا القانون مرة ثانية، الحد الأول صار عندي معلوم اللي هو 12 سالب سالب 12 زائد القانون ان ناقص 1، ان ايش قد عندي 101 ناقص 1 في دي، الدي ايش قد عندي هنا اللي هو مطلع السؤال اللي هي 2. وشلون راح هنا راح يصير عندي الحد 101 راح يساوي سالب 12 تنزل هنا 101 ناقص 1 راح يصير عندي 100 في 2، ومثل ما قررنا قبل شوية مو تروح تجمع 12 ويا 100 لأن 100 مضروبة في 2، عملية الضرب تسبق عملية الجمع والطرح، راح يصير عندنا الحد 101 يساوي سالب 12 تنزل وهنا 100 في 2 200 زائد 200 يساوي إشارة العدد الأكبر هي موجبة، و 200 ناقص 12 108 اللي هو الحد الذي ترتيبه 101. هنا كملنا المتتابعة، وإن شاء الله الدرس القادم ننتقل إلى درس آخر.